اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم أدوا مقالته نصحا لأمته صانوا رواية.